بعد ما شفنا هذا التقرير اللي حضره لنا علاء الدين اللي كان في دائرة صحة بغداد الكرخ تحت شعار لمجتمع معافى. أكيد ويانا ضيف حتى نكمل محور حديثنا، ويانا دكتور أحمد الربيعي. يسعد صباحك. صباح الخير عليك ست وعلى الكادر وعلى كل العراقيين. صباح الخير عليك دكتور، نورنا اليوم بحضورك. سلام لي حبيبي. بداية أعرف المشاهدين عن حضرتك البطاقة التعريفية. نعم، أنا دكتور أحمد الربيعي، بكالوريوس طب وجراحة عامة، خريج كلية الطب الكندي السنة اللي فاتت. الآن يعني بعدك؟ لا بعدني، بعد ما متهن يعني. بالتوفيق إن شاء الله. زين دكتور، على اللقاحات، شنو نعني باللقاحات وهل من الضروري أنه ناخذها؟ أي نعم، هذا سؤال مهم. طبعا اللقاح هو مستحضر بيولوجي يقدم للجسم المناعة الفاعلة المكتسبة من خلال استخدام العناصر اللي هي يعني الفيروس او البكتيريا الشكل المقتول من عنده او المضاعف الحي، او استخدام احد البروتينات اللي موجوده على سطح البكتيريا او الفيروس وادخالها للجسم. طبعا الجسم حيتعرف عليها كانما جسم غريب، يعني يسوي تحفيز للجهاز المناعي وحيقضي عليه، يدمر هذا الفيروس او البكتيريا، وبالتالي حيكون عنده نسخه منه. يعني احنا نقدر يعني الفترات اللي جايه اذا صارت اصابه بالمرض فانه الجسم ما حيتاثر، لان عنده نسخه من الفيروس او البكتيريا اللي تم تدميرها مسبقا. بالضبط، يعني تعطي المناعه للجسم حتى ما يدخل الفيروس بالضبط مره ثانيه. وبالنسبه للشق الثاني، انه اهميه اخذ اللقاحات كلش مهمه، خصوصا بالعراق، لان عندنا هواي امراض منتشره وتقلل هواي امراض نسبه الحدوث بهواي امراض خصوصا عند الاطفال. طيب اكو موانع لاخذ اللقاحات؟ طبعا موجوده موانع، اللي هي اول شيء انه يكون مناعه الطفل ضعيفه كان يكون مصاب باحد الامراض المزمنه. الشغله الثانيه انه يكون عنده يعني مرض شدته تتراوح بين الشده المتوسطه الى الشده العاليه، يعني مرض شلون نقول قوي انه يمنع من اخذ هذا الفيروس، عفوا من اخذ اللقاح. والشغله الثالثه انه يكون عنده يعني ماخذ لقاح مسبقا وصاير عنده في التفاعل او اغماء او حال، يعني صاير عنده حاله حساسيه لهذا اللقاح، فهذا ما نخليهم ياخذون اللقاح. يعني بحاله الحساسيه وبحاله انه مثلا بالضبط مرض معارض، خلينا نقول بالضبط مرض يعني لقاح يستوجب انه نوقف اللقاح حاليا، فهذا ننتظر انه الطفل تتحسن حالته ونعطيه اللقاح مره ثانيه. يعني ممكن بعد التحسن ياخذ اللقاح، يعني ما نقدر نقول انه يمنع. لا مو يمنع، تتحسن حالته، يعني تتحسن حالته ممكن نعطيها مره ثانيه. حلو. زين، خصوصا احنا هسه مقبلين تقريبا على الشتاء او طبينا بفصل الشتاء، الاطفال عفوا تكثر عندهم حالات الاسهال خصوصا بالاسابيع الاولى. صحيح. طبعا عندنا اللي هو النوع من الفيروسات اللي هو اسمه الروتا فيروس، يعني الفيروس الدوار. هذا ينتشر بدايه الشتاء خصوصا يكثر، لان تكون الاجواء ملائمه له لظهوره. طبعا راح ينتقل للاطفال، وراح هو السبب، يعني الاحصائيات تقول انه اكثر من نصف الاصابه بالاسهال عند الاطفال هو سبب هذا الفيروس الروتا فيروس. فاحنا ممكن نقضي عليه باستخدام اللقاحات المناسبه له. يعني اللقاحات قبل حلول فصل الشتاء انه ياخذون اللقاح او بالاسابيع الاولى؟ لا، ياخذوه ضمن الجدول مالتهم المخطط. يعني هذا اللقاح احنا نعطيه على ثلاث جرعات، الجرعه الاولى هي بالشهر الثاني، الجرعة الثانية بالشهر الرابع، والجرعة الثالثة يعني بالشهر السادس محدد. بالوقت المحدد بالضبط تمنع الإصابة بتماما. يعني طيب حدثني الآن دكتور عن اللقاحات بشكل عام وللأطفال بشكل خاص. اي نعم، اللقاحات بشكل عام، يعني احنا اللقاحات قلنا انه هي تمنع لنا مجموعة من الأمراض اللي تصيب الجسم، ممكن انه تؤدي حتى الى الوفاة. بالنسبة للأطفال فاحنا يعني وزارة الصحة خلت لنا جدول نمشي عليه بالنسبة للتلقيحات الأطفال، حتى تكون الأم واعية بالنسبة لهذا الموضوع، وحتى بالنسبة يعني يكون هذا الكارت موجود عند العائلة، يحتوي على بالبداية يعني مجموعة تواريخ ويجي بها الطفل المركز الصحي، أو تكون حملات توعوية، حملات تلقيحات همينة أنه يطوه هذا اللقاح حتى يمنع المرض. هذا يتكون الجدول عندنا بالبداية أول ما يولد الطفل، عندنا الجرعة الأولى اللي يأخذها هي لقاح المرض التدرن البي سي جي، التدرن المنتشر، طبعا ياخذها عن طريق الكتف اول ما يولد الطفل، وينطوه لقاح اللي هو لقاح شل الاطفال عن طريق قطرات عن طريق الفم. بعدها بالشهر الثاني يرجع لنا، بالبدايه طبعا يعطوها من اللقاح التهاب الكبد الفيروسي نوع بي، بعدها ننطيه تاريخ انه بشهر الثاني يرجع لنا، بشهر الثاني حننطيه كذلك اللي هو راح نعطيه اللقاح الثلاثي اللي هو عباره عن مرض الخناق والقزاز والسعال الديكي، ونضيف له لقاح شل الاطفال اللي عن طريق الحقن،
والتهاب الكبد الفيروسي، واللقاح اللقاح النيموكوكال انفلونزا. يعني ضمن الاساسيات اللي المفروض انه يعطوها للطفل اول ما يجي. اي لا، هاي احنا قلنا اول ما يجي ثلاث لقاحات، ثلاث لقاحات اساسيه. بالشهر الثاني ياخذ اللقاح السداسي اللي شرحت لك، عباره عن الثلاثي واضافوا له وزاره الصحه مجموعه لقاحات. وبالشهر الرابع تنعاد عليه بالضبط نفسها، بس يشيلون لقاح التهاب الكبد الفيروسي اللي هو عباره عن سابقا اخذ. بالضبط. بالشهر السادس ترجع نفسها اللقاح السداسي، ويضيفوا له الروتا فيروس اللي هو قلنا عليه ضد مرض الإسهال، يعني يقل من مرض الإسهال. وبعدها عندنا بالشهر التاسع ياخذ لقاح الحصبة الميزل. الشهر السنة وثلاثة شهر ياخذ اللي هو عندك ياخذ الMMR اللي هو الحصبة والنكاف ضد لقاح ضد مرض النكاف والحصبة الألمانية. بعدنا يعني يجينا بعدها سنة وثمانية شهر أمين ياخذ عندك اللقاح الدي تي بي سيحوله. اي عندنا بعد سنة ونص ياخذ الدي تي بي يسموه اللقاح الخماسي حاليا. نعم. اللي هو الدي تي بي ويضيفوا له التهاب الكبد الفيروسي، ويضيفوا له يعني اللقاح ضد مرض شلل الاطفال عن طريق الحقن والرباعي. نعم. اخر من دكتور، هل المناعة علاقة باخذ اللقاحات؟ المناعة طبعا، يعني احنا الطفل اللي يعني مناعته قليله نحاول انه ما نعطي اللقاح اساسا، لان يعني انا الشغل مال اللقاح يعتمد على مناعه الطفل. كل ما تكون مناعه الطفل عاليه كل ما يستطيع انه يقضي على اني دا اعطيه شكل مقتول او مضاعف من الفيروس نفسه يعني الاصلي. فاذا كانت مناعته ضعيفه راح يتغلب على مناعه الطفل يعني هذا الفيروس حتى اذا كان ضعيف، وبالتالي راح يولد نفس المرض اللي ممكن ينصاب به. فاني كل ما يعني تكون المناعه قليله احاول انه ما اعطي هذا. زين. إذا كانت مناعته أكثر يكون يستقبل بسرعة. إنه حاول إنه بعد فترة إذا صارت مناعة الطفل زينة إنه حاول أنطي هذا. طيب هي اللقاحات تقتصر على أعمار معينة مثلاً؟ لا لا، اللقاحات هي كل أعمار، بس إحنا يعني مثلاً كل أكل كبار عندهم لقاح الإنفلونزا، لقاح الجدري، بس إحنا الأطفال حالياً على مود لأن تكون مناعة الطفل ضعيفة وبداية تقوم الأمراض يعني اللي ممكن تصيبه خلال مرحلة الطفولة اللي ممكن إنه تأثر عليه بعدين، يعني مثلاً لقاح شلل الأطفال إذا أنصاب به هو طفل فهذا يعني حياته كلها حتب. ويكون معرض أكثر من ال. بالضبط، ويكون معرض لل يعني أكو بعض الأمراض تؤدي للوفاة حتى. طيب شنو السبب اللي عندنا بالمجتمع يخلي إنه اللقاحات عليها إشاعات هواي؟ زين، إحنا مشكلة هاي بالعراق إنه شنو يعني مثلاً إذا فد وحدة لقاحت ابنها تروح تقول لها مثلاً أو صخن يعني على سبيل المثال، هاي يعني شغلات الشائع بالعراق إنه بعد. اعتيادي إنه ولا. أعراض طبيعية. راح أي هذا أنا هسه أحكي عن هذا الموضوع، إنه الشغلة الارتفاع درجة الحرارة أو إنه الطفل يسخن بعد ما يأخذ اللقاح هذا شيء طبيعي. هذا تفاعل الجسم واستجابته للقاح اللي أنا انطيته حفز الجهاز المناعي يرفع درجة الحرارة. احنا هذا فشي ما نخاف منه، مجرد يومين ثلاثة هاي تروح يعني الحرارة. دكتور لما تم رفع درجة الحرارة انه هو استقبل اللقاح. بالضبط، هذا معناها انه اشتغل الجهاز المناعي. بس مرات انه ترتفع درجة حرارته هواية او يصير عنده مضاعفات، انا اوصل الام انه لا اذا صارت عنده فد مشكلة تجيبه للمستشفى وتجيبه المركز الصحي. بس الشائعات حضرتك تفضلت انه بعض الشائعات اللي بالعراق انه مثلا شنو من سخن الطفل فهي شو تسوي؟ يروح تقول لجوارينها مثلا او اختها انه لا هذا مو زين لان الطفل تاذى ورا ما اخذ اللقاح او سخن وما اعرف شنو، فهي بالتالي راح تقوم تخافها من الام وما راح تودي طفلها. يعني احنا هذا الشغله انه تقع مسؤوليه على شغلتين، مسؤوليه وزاره الصحه يعني هي شغله توعويه بالدرجه الاولى ارشاد، وهي همين تسوي حملات يعني بالفعل الوزاره، والمسؤوليه الثانيه اللي هي تقع على الام نفسها انه الام لازم تقرأ، لازم تشوف برامج، لازم تثقف نفسها بحيث انه ما تخلي يعني اي حكاية تأثر عليها او انه ما. وهي بنفس الوقت ان المفترض انه تستشير حتى ما توقع هذا الخطأ. تستشير طبيب، تستشير يعني اي مركز صحي قريب عليهم ممكن انه تستشير على هذا الموضوع، انه لازم انه اي اعراض بسيطة هذه لا تخاف منها. طيب دكتور خلينا ناخذ استراحة بهذا الفاصل ونرجع وياكم ان شاء الله. مشاهدينا ما زلنا مستمرين وياكم ويا دكتور أحمد.
دكتور أحمد يقولون إنه الوقاية خير من العلاج، أكيد سامع هذا المثال. أي نعم أكيد. هل ينطبق هذا الشيء على اللقاحات؟ أي نعم، يعني هذا المثل كلش مناسب بالنسبة للقاحات، يعني إحنا اللقاحات نأخذها حتى تمنع عنا هواية أمراض إنه ممكن نصيب الطفل أو حتى ممكن البالغ يصاب بها، وممكن بالتالي حتى تؤدي به إلى الوفاة. فإحنا ممكن إنه نأخذ اللقاح في شيء بسيط يعني تمنع عنا كل هاي الأمور، تمنع عنا كل هاي المشاكل. يعني حتى احنا انا داومت فتره في مستشفى العلوي للاطفال وشفنا انه الامهات يجن بعضهم انه اولادهم مصابين بشلل الاطفال او غيره من الامراض، من الامراض اللي حتى تؤدي بعضها للوفاه. هذا شنو السبب؟ كان انه السبب انه هي يعني الام نفسها ما كان عندها ذاك الوعي انه تروح تاخذ اللقاح شل الاطفال، يعني هي بالضبط انه هملت الموضوع، وهي لو ماخذه انه هذا اللقاح مجرد هي قطرات عن طريق الفم وجرعة محددة انه تكون وقاية لها من هاي الرحمة المستشفى والمشاكل اللي حيواجهها بينها، وحتى ممكن لا سمح الله يعني تأدبي للوفاة. طيب ما الجدوى الاقتصادية من اخذ اللقاحات؟ طبعا هناك يعني جدوى كلش كبيرة انه اقتصاديا من استخدام اللقاحات، يعني الدول المتقدمة حتى احنا بالعراق نميل الى استخدام انه اللقاحات نستخدمها حتى تقينا من امراض، انه ممكن هاي الامراض نفسها نصرف عليها اكثر مما نصرف على اللقاحات نفسها. تعرف استاذ يعني احنا راح نصرف على العلاج اللي حيصير نتيجه المرض اكثر من الصرف على اللقاح نفسه. يعني هي مكلفه اللقاحات؟ اللقاحات جدا مكلفه صراحه، يعني احنا وزاره الصحه بالنسبه للقاحات ابدا يعني تقصير كل ابدا ما تقصير، لان اللقاحات متوفره، بس المشكله الاكبر يمكن انه توعويه نوعا ما، يعني الوعي شوي بالعراق قليل من استخدام اللقاحات. وطبعا هاي اللقاحات يحفظوها مبرده في برادات أكيد. درجات حراره منخفضه حتى تمنعها من التلف، بس هي موجوده، بس المشكله انه بالتوعيه انه شلون يعني كيف استخدامها، اي لا انه تخلي العوائل تاخذها بدون ما تخاف يعني. حلو. زين دكتور، حكينا احنا انه اللقاحات يتقي الاطفال من الامراض تمام، بس شنو لها الاضرار الجانبيه باللقاحات؟ شنو هي اضرار جانبيه؟ بالنسبه للاضرار الجانبيه للقاحات تقسم، احنا نقسمها الى يسموها لوكالي وجنرال، يعني في المكان اللي ناخذ به اللقاح والجسم بصوره عام. بالضبط. فعندنا لقاح مثلا لقاح التدرن المنتشر البي سي جي، فممكن يصير عندنا بالمكان اللي نضرب به الابره او نضرب به اللقاح، فيكون ممكن عندنا احمرار يصير بالمنطقة، ممكن تورم حكة ممكن يصير عدة للطفل. ها هذا شنو؟ هذا بالمكان اللي يضرب به اللقاح، اي ممكن تكون عنده مثل لقاح البي سي جي يخلي مثل ندبة يعني بمكان اللقاح تستمر يعني تستمر حتى. هذا شيء بسيط وممكن يروح، يعني هاي الامور بسيطة وممكن تروح بمرور الوقت. بينما الجسم بصورة عامة احنا قلنا بداية الحديث انه يعني تفاعل الجسم إلى حيكون حيصير تحفيز للجهاز المناعي، وبالتالي حيولد ارتفاع درجات الحرارة. نعم. ممكن إنه الطفل تعب يبين عليه، وممكن إنه كذلك يبدي يبكي وهاي الأمور يعني. فهذا شيء بسيط هم يعني ممكن يحس بآلام وأوجاع بالجسم. ممكن يصير تنحس يصير عنده. بالضبط. يبدي يبكي وأنا كوش من بس إنه مجرد. زين ذكرت أنت إنه على هذه الندبة اللي دائما تكون موجودة هنا، إذا بقت مثلاً للكبر هاي بيها أضرار أو أساسية؟ لا يعني هذه إحنا نأخذها بلقاح البي سي جي عن طريق الكتف الأيسر، وهذه عن طريق العضلة، وما بها أي مشكلة يعني حتى إذا بقت، بس إذا ممكن صار بها يعني إحمرار وتورم بالجسم إذا زادت الأمور ممكن إحنا نستشير طبيب أو راجع مركز صحي إذا طولت إنه فترة التورم مالتها. إلا إنه أكو أشخاص لحد ما هم كبرى وإنه موجودة عندهم، أكو أشخاص أصلاً ما عندهم الندبة موجودة عند الكل، واللي ما عندهم لا، أكو أشخاص ما عندهم يجوز ما ماخذ اللقاح بس هو موجود عند الكل يعني. يعني مو الكل، مو شرط ان تكون عند الكل. لا عند الكل يعني على الاغلب عند الكل يعني هي تترك سكار. لازم تكون عند الكل موجود، لازم على الاغلب يعني. مثلا انا ما عندي، شلون انا ماخذ اللقاح؟ متاكده ما انا يعني هي واحد من الاعراض اللي تصير ويا اللقاح انه تترك ندبه ممكن. والله طيب بما انه احنا تحدثنا عن الطفل انه ترتفع درجه حرارته لما ياخذ اللقاح، طيب شلون ممكن نتعامل وياه بهالحاله؟ ممكن اكو طريقه معينه مثلا من ترتفع درجه حراره الطفل؟ احنا طبعا تجينا الام، من تجينا طبعا راح يكون هناك الطبيب اللي او المسؤول اللي حيعطي اللقاح، حيكون هناك حمله توعويه ويا اعطاء اللقاح، انه نقول لها للام. أو بالضبط انه نرشد الام، يا ترى هذا حنعطيه هذا اللقاح
بس يكون يعني بعد اعطاء اللقاح يصير عندنا طفل حيسخن حيتعب حيبدي يبكي، فاحنا شنو نقول لها مثلا ويا السخونه اللي تصير عده استخدمي لكمادات خافض للحراره، يعني خلال فتره محدده هو يروح اقل اسبوع تروح من عندها هاي السخونه، تروح من عندها هاي الاعراض. بس اهم شيء نقولها انه لا تخافي، في حال انه تدهورت حالته او شفنا انه عنده مثلا صارت عنده حاله اغماء او غيرها، فهنا لا نقول لها انه تراجعين مركز صحي او تراجعين مستشفى قريب عليك على مود تاخذون الاجراءات اللازمه حتى تطمئن اكثر وتشوف شنو وضعها. زين دكتور، بما انه احنا هسه فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، كثير ومنهم قرار ايضا انه انصاب بمرض الانفلونزا. سالتك في البدايه. صحيح. شلون نقدر انه نقي الشخص من هذا المرض وشلون نقدر نعالجه بنفس الوقت؟ صحيح. احنا طبعا هذا الموضوع كلش مهم، يعني حابه احكي بيه قبل تسالوني انه مرض الانفلونزا هو اولا هو اصابته بسبب فيروس وليس بسبب بكتيريا. طبعا اكو يعني خطا منتشر بالعراق بشكل مو طبيعي انه استخدام الانتي بايوتيك يستخدمون المضادات الحيويه عند اصابتهم بالانفلونزا، هذا شيء كلش غلط. يعني طبيا ممكن انه تستخدم الانتي بايوتيك من يصير عندنا مضاعفات للانفلونزا، مثل تنزل يصير عدة ذات الرئه او تنزل على صدره مثلا ممكن يستخدموا له، بس بالحاله الطبيعيه مجرد انفلونزا يعني الخطا انه نستخدم الانتيبايوتيك. لكن العلاج مالته شنو يكون؟ يكون عن طريق يعني نوقف الاعراض اللي مصاحبه للانفلونزا، مثل الرشح، مثل صار عند الشخص دوار وجع راس، هاي الشغلات. فاحنا نحاول نوقف الاعراض على مود نقلل من هو الكورس مالته يطول تقريبا اسبوع وتروح. يعني واكو ست يعني لقاحات خاصه للانفلونزا حتى الكبار موجوده حاليا سنوية. حتى بالصيدليات موجوده. اي موجوده سنوية. اي تقريبا سنه كامله من الاصابه بمرض الانفلونزا ومنتشره، يعني موجوده حتى بالصيدليات تقدر تاخذ. بما انه هو فيروس يعني ما نقدر انه يعني نسوي اشياء ممكن انه وقايه من هذا المرض، لانه هو راح يكون انتقالي بهذه الحاله. بالضبط. احنا الوقايه انه يعني نتجنب انه نخالط الغير، خصوصا الاطفال يعني، لان ممكن نصيبهم، يعني هم بعضهم جهازهم المناعي مو قوي، ممكن يصابون وتاثر عليهم حتى الكبار، فنمنع يعني الاختلاط القوي بيناتهم. وكذلك يعني استخدام مثلا فيتامين سي، من واحد يصير عنده انفلونزا فيتامين سي هو كلش يعني فعال، وكذلك الكافيين اي همين يعني شاي قهوه. الشاي والقهوه اكيد حتى صح يعرفون المشاهدين، احنا دائما من يتمرض عندنا واحد يقول لنا مثلا اشرب ليمون او حتى قشر الليمون. صحيح صحيح، لان فيتامين سي يقلل الاعراض، اعراض الرشح المصاحبه للانفلونزا، بالتالي حتى الكافيين يقلل وجع الراس والالام اللي تصير بالانفلونزا. طيب عندك نصائح مثلا للمشاهدين الان حتى مثلا تصير عندهم وقايه من هذا المرض؟ نعم، بالنسبه يعني بالنسبه للانفلونزا الانفلونزا يعني ننصحهم انه اذا صارت عندهم حاله انفلونزا او مرض انفلونزا انه ما يلتجئون مباشره الى اقرب مثلا مضمد موجود يمهم او حتى هو مرات بالبيت. بالاونه الاخيره انتشرت فقره وقاطعك انه هذه مال الابره الخبط، هاي كلش غلط واستخدامها كلش غلط، خصوصا بالاصابه بالانفلونزا. انتي بايوتيك اي دور الى ماكو الا قلت انه في حاله المضاعفات اللي مصاحبه للانفلونزا ممكن نستخدمها، فقط الانفلونزا ما يحتاج. فهذا يعني نقول لهم لا، اول ما تصير انفلونزا مثلا راسا انتي بايوتيك واقرب مضمد او اقرب صيدليه، لان احنا استخدام الانتي بايوتيك يعني كلش بشكل خاطئ بالعراق. وكذلك هذا ولد يعني مقاومه، صارت يعني سلالات من البكتيريا مقاومه مثلا الاموكسيلين نستخدمها كلش هوايه، كلافوران استخدامها كلش هوايه بالعراق. صح. فهذا البكتيريا بعد اساسا ما تستجيب لهذا النوع، فقمنا نلتجي النوع ثاني من الانتي بايوتيك اللي هو يكون اكثر يعني تاثير. فاحنا ننصحهم ان يقللون من هاي الانتي بايوتيك. طيب وبحاله ان احنا هسه اكثر الناس ينزل عندهم مثل ما ذكرت حضرتك انه ينزل على صدره انه تقوى مثل ما نقول، بهالحاله لازم انه ياخذ الانتي بايوتيك. لا في حاله انه نزل على صدره او صار عنده مضاعفات نتيجه الانفلونزا فهذا انتي بايوتيك. بس هذا هم يعني استشاره طبيه حسب نوع الانتي بايوتيك اللي يعني ملائم بالنسبه للشخص، اكو منها يكون ريزيستنس لهذا النوع. صح، لانه الانفلونزا اكو بها رشح مثل ما ذكرت، اكو بس انه قحه او شيء فاعراضها مختلفه تكون، فمن شخص الى شخص يكون الوصفه تختلف. طيب كلمه اخيره الان للمشاهدين. والله كلمه اخيره يعني انا انصح كل ام وكل عائله بالبيت تتفرج علينا وتشوفنا اليوم انه لازم تكون عندها وعي بالنسبه لموضوع اللقاحات، لازم ما تهمل الموضوع، لان هو بالنهايه يعني الله عز وجل انطاها هذا يعني رزق من الله عز وجل هذا الابن او بنتها، ف
فلازم تحافظ عليها. هذا الموضوع يكون عن طريق اعطائها اللقاحات ونقيها من الامراض. ممكن انه اني يعني انطي فتشي بسيط لقاح الطفل يعني يوقي من امراض ومشاكل ممكن تصير عنده حتى تؤدي به الى الوفاه. فانصحهم انه يكونوا يعني ياخذوهم الاقرب مركز صحي. وحتى اللي فايتها انه مثلا ما ماخذ جرعة معينه من اللقاح لا، تاخذ الطفل وتروح لاقرب مركز صحي. اكو خطه ثانيه بديله راح يستخدموها بالنسبه لهذا الجدول. وما عاد شيء بعد. شكرا لك دكتور ونورتنا لحضورك وللمعلومات اللي ضفتها لنا وللمشاهده. شكرا جزيلا لكم ولقناتكم ولبرنامجكم. شكرا لك دكتور.